السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني، في بعض المراوح تجينا زي هيك، مراوح الشفط بتكون صعب إنك تفك المروحة على أساس بدك تغير بيها أو بدك تلفها. المروحة بتكون رقيقة يعني، فإذا أنت حطيت زرقينة ممكن إنها تفتل أو تنطعج معك، يعني شو بتسموها، ويصير فيها اهتزاز بعد ما تشتغل وتصير الدور. فإحنا بدنا نحاول نفكها بطريقة على أساس إنه ما يصير فيها أي طعج أو فتلان، على أساس ما يصير فيها اهتزاز. طبعا ممكن أنت في هاي الحالة تحط زرقينة أو بريصة إلها ثلاث أذرع، في نوع من أنواع البريصات إلها ثلاث أذرع، الآن بورجيكم إياها، وبتقدر تسحبها بكل سهولة أحسن. لكن أنا بحكي إذا ما عندكش، طبعا أنا سخنتها الآن شوي، لازم إحنا نسخنها جيدا. طبعا بنسخنها بالأكسجين أفضل، لازم نسخنها جيدا وبعدين نحاول نسحبها إن كان بالزرقينة أو بالطرق الخفيف من الجهة الخلفية. طبعا بدك لما تطرق عليها تطرق من الجهة العريضة اللي هي الدائرية هاي، ما تطرق على الخفيف على الصاج. هاي عبارة عن صاج، فممكن انها تفتل او ممكن انها يصير في مشاكل وتطعج، فبدك تطرق على المنطقة العريضة اللي هون طبعا من الجهة الخلفية، فبتطلع معك بكل سهولة وأريحية. خليني بس اسخنها وبعدين بورجيكم الزرقينة في الآخر، خلوني أسخنها كويس وأرجع لكم. طبعا بس حبيت أورجيكم أنا كيف بنسخنها. بنسخنها بالأكسجين بهاي الطريقة على الدائر، القطعة الدائرية. طبعا يا أخواني، أنا هذا الفيديو أنا بصوره للي ما عنده زرقينة يعرف يفكها، فأنا بدي أفكها الآن بدون زرقينة، ما بدي أستعمل الزرقينة، على أساس أنه اللي ما عنده زرقينة يتعلم كيف يفك المروحة بدون ما يتلفها ولا يخربها بشكل سليم. خليكم معنا. طبعا احنا بنجيب زميل غاز عريض، بندق هالحكاية على الجهة الداخلية بهذا الشكل، دقة وبنلفها، دقة وبنلفها. الآن تخرج معنا زي ما انتم شايفين. الآن خرجت معانا الحمد لله رب العالمين بدون أي مشاكل زي ما انتم شايفين. تسخين جيد وشوية زيت، بس خلوني أورجيكم أنا الزرقينة. هاي الزرقينة أنا اللي بحكي عنها، لها ثلاثة أذرع بهذا الشكل، تقدر تركبها وتفك بكل أريحية. لاحظوا ما صار لنا مشاكل الحمد لله، وما خربت، والعمود ممتاز وكويس. هاي هي، ما بدي أطول أكثر من هيك، بس الفكرة إنه تسخن بشكل جيد وتحط زيت. الزيت لما يسخن بدخل على عند العمود، وبصير فكها سهل، وإنك تدق من المنطقة العريضة، هاي المنطقة اللي هون العريضة الخلفية، وتطردها للخارج، بتطلع معك بكل سهولة. وهاي هي إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما أوصيكم دائما أوصي نفسي، صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.